البت نعيمة تقعد معانا. معاك تمنها يا فالح. ملعون ابو الفقر وسنينه. احنا هنفضل كده لامتى لحسين الهلومة بس؟ وهو كده وحش. الله، انتوا هتقلبوها غام ولا ايه؟ ما تخليكوا في اللي انتوا فيه. على رايك. ما تيجوا صحيح ننده البت نعيمة تقعد معانا. انت معاك كام عبد الوهاب؟ معاك انت كام؟ وانا معايا دول، وانت هذا الصبح معاك كام؟ هذي كل اللي معايا يا اخويا لاخر الشهر يا ابني. اخرص. وانت يا شيخ يحيى معاك كام؟ بعتي والنجم برضه فرجت. لا نسى نعيم. عينيا. البهوات اللي هناك عايزينك. على فين يا بت نعيم؟ راحة للبهوات. بهوات مين يا بت؟ هو في بهوات هنا غيرنا؟ تعالي هنا. بس يا معلم. غير بس. البس يا. واد يا برعي. ايوه يا سيادة الأستاذ. افتح ست أزاشهم. حاضر. يا مؤاخذة، دول من بتوع الخشم أولاد وأنتوا عارفين. معلوم، معاهم حق. ناس معاهم على قد كلامهم. مش زيكم يا أولاد. قوموا، ما دام مش قد القعده قاعدينها ليه؟ ملعون ابو الفقر وسنينه. اتفضلوا يا بهوات، اتفضلوا. بينا. صباح الخير يا يسري. صباح الخير يا ماما. على فين كده بدري يا ابني؟ ده النهارده الجمعه. رايح ازور واحد صاحبي. يعني يا اخويا بتعرف تزور؟ وما اعرفش ليه بقى. امال عمالة تحايل عليك تروح تزور عمك عزت وفايزة العيانة وراسك وقلبك. مش رايح لهم، مش رايح لهم. على الأقل عشان خاطر بنت عمك العيانة. طب وأنا أعملها إيه؟ تحس برضو إنه ابن عمها بيسأل عليه. وإن شاء الله ما حست. اخس الله يخيبك، ده برضو جزاته. مش رايح لهم، مش رايح لهم. ليه يا ابني؟ مستعد أقول ليه، بس لما أقول ليه محدش يلومني. انتوا اللي خليتوني اقول. قول يا اخي، قول. مش عايز اشوف فقري في غناه، مش عايز اشوف الجاه والمال والغنى وارجع هنا للعيشه دي. كل واحد بيعيش على قد ما يقدر، واحنا عمرنا ما مدينا ايدينا لحد. بس برضو من اولاد عمنا وضعنا. عارف 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 كل اللي هتقوله. كلام 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 ملوش ثمن. تعال تعال شوف الدنيا، تعال شوف بتوع المقاولات المعلمين. ناس ما بيعرفوش يتكلموا لكن كل كلامهم فلوس. ناس عايشين. ده منطق العصر، ده الكلام الوحيد اللي بيتقال دلوقتي. إرثك
هو كلمتك. اسري تفتكر كده؟ الدنيا كده من زمان، بس انت اللي مش حاسس يا ابني. قول الحمد لله. ليه؟ اعوذ بالله، على الاقل عشان خاطر خلالك اخ زي ده. حرم نفسه من التعليم عشان يعلمك. هو مبسوط كده، عامل لنفسه مبادئ عايز ينفذها، مبسوط كده. دي جزاته؟ جزاته ولا مش جزاته؟ سلام عليكم. تزعلش منه يا خيري، متزعلش منه. ما تزعليش انت يا ماما، الشبان بتوع اليومين دول كلهم بيفكروا كده. معلش. حسبي الله ونعم الوكيل. بعد اذنك يا ماما رايح لعم عزت عشان اشوف فايزة. فايزة ولا وفية؟ لسه فاكر. مع السلامة. اتفقنا انا ووالدتك على ان اشيل انا السرايا واسيبكم ساكنين فيها وترد تمنها على مهلك. مين هيقدر يعيش في البيت ده بعد ما مات فيه والدي؟ وهنصرف عليه ازاي؟ ثم يا عمي تمنه هيفضل دين علينا. بس يعني اذا كان على كلام الناس احنا ما يهمناش. ابويا ضيع ثروته علشان صديق له. انا متهيألي انه فقرنا دلوقتي أشرف من الغنى نفسه. فعلا يا ابني. بس أنا عايز من زيادة خدمة صغيرة. تحت أمرك. وظيفة في أي شركة. وظيفة؟ من عينيا يا ابني. زي ما هي مسكينة فايزة تعبت قوي. يعني انت بتسأل عن فايزة ولا غير فايزة؟ غصب عني يا وفية. وبابا هنا؟ زمانه جاي، الأستاذ حمد مستنيه جوه في الصالون. يا ترى عاوز ايه تاني؟ ترقية أو واسطة، طلباته ما بتخلصش من بابا أبدا. خير مش طالع؟ أشوف الأستاذ حمد. أهلا يا أستاذ حمد. أهلا وسهلا. إيه أخبار البعثة إن شاء الله؟ أجيني جاي قبل عزت بيه. متشكر أوي إنك كلمته. يا أستاذ حمد أنت مدرسي ومدرس أخويا يسري. يا ريت نقدر نرد لك بعض أفضالك. والله أفضلكم أنتم اللي ما يمكنش أردها أبدا. إنما قول لي يا أستاذ حمد هتعمل إيه بالنسبة لأختك بعد ما تسافر؟ أختي؟ اسمع خيري. المهم إن الواحد يوصل للي هو عاوزه. التفاصيل بعد كده ما تهمش. انما دي اختك. اسافر انا البعثه ويبقى حلها الف حلال. عجيبه. ولا عجيبه ولا حاجه يا اخي، ده مستقبلي. ايوه جاي حالا.
عن اذنك يا استاذ حمدي. اتفضل. تطلع تشوف فايزه؟ امال جاي عشان ايه؟ كنت زمان بتيجي لاسباب تانية. زمان اتغير. زمان عمره ما هيتغير. تعالى شوفها. ازيك يا فايزة؟ الحمد لله. مش كفاية دلع بقى؟ وما تدلعش ليه؟ يومين دلع من ماما ومن بابا ومنكو. الله، هتغيروا مني ولا ايه؟ ايه التحليل ما جاش لحد دلوقتي ليه؟ بابا راح بنفسه عشان يجيب. طب كلمه عند الدكتور يمكن يطمنها. تحت امرك يا خالتي. وفكره بممرضة. حاضر يا فندم. استاذ حامد اهلا وسهلا. سلامة الست فايزة. ما تقلقش يا استاذ حامد، انا كلمت الوزير التاني عشان البعثة، فأكد لي ان اسمك وضع فعلا في الكشف. ربنا يخليك لينا يا سعادة البي، والله انا جيت مخصوص اسأل عن فايزة هان. بابا جبت التحاليل؟ لسه ما خلصتش. وما كلمت سيادتك على الممرضة؟ ممرضة؟ سعادتك عاوز ممرضة؟ ليه؟ انت تعرف واحدة؟ ده انا دايخ مش لاقي، وقت حرب ومفيش ممرضه تقدر تسيب شغلها وتيجي تقعد معانا على طول. اختي مش معقول. متعلمه تمريض وقاعده في البيت بتخدمني، وعشان خاطر الست فايزه اكون سعيد ان انا اجيبها. اذا كان ما يضايقكش. ده يسعدني يا سعاده البيه. عظيم، انا متشكر جدا يا استاذ حامد. جمايلك مفيش حاجه تكفيها يا سعاده البيه. هتبعتها؟ وان شاء الله هتكون جاهزه امتى يا استاذ حامد؟ من النهارده. طيب انا هعدي على سيادتك واوصلها هنا بعد الظهر. وهو كذلك. شكرا. متشكر قوي يا سعاده البيه. ده معروف العمر. استغفر الله. خلاص سعاده البيه هجهز نفسي للسفر. فايزة بنت عزة بيه. وهشوفك هناك؟ طبعا. يبقى موافق. يا استاذ حامد، يا حامد بيه. اهلا سي فهمي، ازاي الحال؟ معدل يا حامد بيه، معدل. والله ده انا كسيبه كويس قوي يا حامد بيه. ربنا يزيده ويبارك. والله يا حامد بيه انا مش عارف بس ايه اللي مش عاجبك فيا. يا اخي العفو. ده انت تعجب السلطان. انا مناي عجبك انت وملعون ابو السلطان. بقى كده شيء ظريف جدا. ما دام السلطان مش عاجبك
يبقى ليك حق تناسبني. اتفضل معانا. تشكر يا حامد بيه. سلام عليكم. الظاهره تخليني افهم من انا حاجه مهمه قوي. انت لسه مش فاهم. عن اذنك انت مش هتبطلي بس من شبابيك؟ انا اللي بس يا انا طول النهار لوحدي. عشان كده مخليها السيع وصاب النجار يكونوا عاوزين يتجوزوكي. ما هو من زهق يا اخويا. يعني عايزه تتجوزي؟ انت هتتجوزي اللي اشوفه مناسب ليكي. انت مش حاسه انا بعمل ايه عشان اوصل؟ بكره هتشوفي. امرك. الاستاذ خيري بابا. خيري؟ اهلا اهلا خيري. اهلا اهلا حاجة. اهلا وسهلا. انا اسف الظاهر اتاخرت. لا ابدا. خيري انا مسافر وما عنديش ثقه في حد غيرك. انا سايب دوله في رعايتك انت، وانا بعتبرها اختك لاني بعتبرك اخويا، وهي فعلا زي اختي. خيري انا ثقتي فيك كبيره جدا. اتمنى اكون قدها. انت قدها. عن اذنك دقيقه واحده. اتفضل. نبوزها ليه؟ خدامة على آخر الزمن يا أخويا. يا مغفلة، من جول السعيد يسعد. بص لفوق، كفاية فقر. يعني ده مش فقر. هناك هتلاقي العريس اللي بتمناهولك. خيري، يسري، واحد من أصحابهم من عيلتهم. افهمي، افهمي. صنف تاني غير أصناف الحارة. اللي تشوفه يا أخويا. وخايفة ما يجيش. مش قلتي ان والدك مديله ميعاد؟ ايوه. مش عارف عايزه ليه. امال ازاي ما جاش؟ متكبر. عليك انت؟ على نفسه. بيحبك؟ خايفة لا يحب كرامته اكتر مني. وساعتها تعذري؟ دولا انا بحبه وما اسمحش انه يحب حاجة تانية اكتر مني. ولا كرامته؟ ولا كرامته. دلوقتي فاهمة قبل ما اخش البابا. هو انت ما تقابلوش ليه؟ انا استناه هو يجيني فوق. خيري خيري. استاذ خيري انت ما بتسالش عننا ليه؟ انا مالكش حد تسال عنه؟ اصل انا ان ما كنتش عايز تسال عن وفيه اسال عن فايزه، ولا اسال عن اللي انت جايبهم لفايزه. حاكم اصل اتفقنا ما كانش كده. فاكر يوم ما جيت لي وقلت لك هشوفك؟ قلت لي طبعا. هي دي طبعا بتاعتك؟ انا متاسف يا دولة. ان شاء الله نعوض اللي فات عن اذنك. ده وعد. وعد. خيري وفية مستنياك في البراندة، عايزك تفوت عليها قبل ما تفوت على باباها. يعني ما سمعتش؟ اصل اتاخرت. هي عايزاني ليه؟ وانا شعرفهم. طب قولي لها هنفوت عليها وانا خارج. اوعى اكون عطلتك النهارده. ابرني يا عمي. انا تحت امرك. انا عاوزك النهارده في موضوع مهم. تحت امرك يا فندم. طبعا انت ما تعرفش ان المرحوم والدك كان خاطب وفية بنتي علشانك. أفندم؟ واتفقنا ما نقولش لحد. لا إجلال عرفت ولا والدتك عرفت. حتى والدتي؟ قلنا الستات لسانهم ما بيسكتش. لكن أنا دلوقتي مضطر أطلب منك إنها نعلن الخطوبة. وساعات شايف إنه مفيش حاجة اتغيرت؟ أبداً. عمي انت للدرجه دي انسان؟
ايه يا ابني؟ انا ليا صديق عزيز عليا طلب وفية لابنه وما اقدرش ارفضه الا لما اعلن خطوبتك. قلت ايه؟ ربنا يخليك لينا يا عمي. كويس، انما قلت ايه؟ يا عمي لما سيادتك اتفقت مع والدي كنتوا عارفين وفية ايه بالنسبه لي، كانت امل حياتي. انما دلوقتي انا اسف وما قدرتش احقق امل الوحيد، انما هفضل طول عمري يا عمي شاكر فضلك. يا ابني انا ما اقدرش الح عليه في حكايه زي دي، لكن اقسم لك باولادي وبرحمه والدك اني بقدم لك بنتي بكل اعتزاز، وبعتبر خطوبه والدك لها زواج. يمكن اكون فاجئتك، فكر وتعالى قولي. افكر؟ افكر في ايه يا عمي؟ انت احسن واطهر انسان قابلته في حياتي، ارجوك سامحني. من مستعد يعني لخطبتكم. بابا هو اللي قال له؟ خيري رفض. رفض للدرجه دي؟ بالعكس، ده علشان بيعزك رفض للدرجه دي. هنت عليه جميل ابن نظم به متقدم لك، وده اللي خلى ابوكي فتح خيري. قلتي ايه؟ جميل انت طبعا عارفه انه في السلك السياسي هتسافري بره، وهناك الحياه الجديده بتشغل الواحد عن كل حاجه. قلتي ايه؟ مبروك يا ابني. الله يبارك فيك يا عم. سيدي بلاوسه، الحمد لله ديك اتحررت من الحب. كنت عايزني اعمل ايه؟ عايشه في الفقر ولا عيش انا في العز على حساب ابوها؟ الاثنين قلع من بعض. هو الحب بقى بقول الكلام ده؟ الحب لا، لكن الجواز عشت العمر وانا سعيد باللي انا عملته. سعيد؟ سعيد وحزين، لكن انا سعيد. كده؟ طب نحتفل بقى بسعادة سعادتك. ازاي؟ بقى سيدي الراجل اللي ابوه وامه في قنا وهو قاعد في شقه لوحده بيبقى عاده محتاج خدامه شغاله واحده تقضي له مهامه، وعاده هدومه بتحتاج لغسيل. اخس الله يخيبك. ايش جد ده؟ الغساله. الغساله قايه من الجمال. اجرتها ها؟ شباب العبد لله. لا عادي. استنى بس، انت متلوج عليك. مرات صاحب البيت. مالها دي رخرة. شباب يا خير. آية من الجمال، صاروخ مولع نار مسعللة. وبعدين
فرجة حي او حياة. خد بالك من نفسك، امشي جنب الحيط، هو حاجة تعورك. ما تخافيش عليا يا روحي، بس خدي بالك انت من نفسك، اوعي تلتعي الشبابيك لحسن تاخدي هوا. مع السلامة. باي باي. باي باي يا روحي. باي باي. باي باي. الباب اتقفل، اعمل ايه؟ استمعي. استمعي. خصم. ولا كلمة. اخليك تشوف. يا خبر؟ انت عندك ضيوف. انا ضيوف. يبقى مين ده؟ لا ده ايه ده؟ ما تسلمش على الرجاله ولا ايه؟ يا استاذ، يا استاذ، يا استاذ، خدي يا بنتي رشيدة، خليهم يصرفوا الدواء زي ما قالوا الدكتور. حاضر. ايه يا دكتور؟ اخيرا ثبت من التحليل ان عندها حالة التهاب صحائي مزمن. اعوذ بالله. الحمد لله، اصل احنا مشينا في العلاج السليم. يعني دلوقتي مفيش خطوره على حياتها؟ لا، انما ايه؟ الالتهاب ده غالبا بيكون له نتائج. زي ايه؟ المهم دلوقتي سعادتك تقدر تطمن، حياتها في امان. والنتائج؟ العلم عند الله. السلام عليكم. مع السلامه. ما تخلص بقى يا سياصي. يلا يا سيدي خلصونا بقى، خلينا كلنا لقمة. توب علينا بقى يا اخي. هو انت الحق؟ نعم. 20 سنة مذاكرة وقرف ومصاريف، وبعدين نترمي رمية السودة دي؟ يا اخي انت دايما مقفلها، احمد ربك. وظيفه وقيمه وسيمه. اسمع يا بنت يا سيدنا الشيخ. بتقول قيمه؟ دي قيمه دي؟ ربنا يوقف نموه. الله ياخدك يا اخي. عيش يا عبد الوهاب. اسمع يا ولاد، اسمع. النهارده اول الشهر. ايه رايكم ما تيجي نعمل حفله فرفشه؟ يا ريت. روح انتم. اسمع يا بنت يا سيدنا الشيخ، انت دلوقتي بقيت موظف مش تلميذ، لازم تروح معانا. اعمل ايه بس؟ انت هتروح معانا، سامع ولا لا؟ اروح. اروح. سامحه يا رب. ان شاء الله تنهرش. في صحة الشيخ يحيى. في صحتكم. الاسباتس دي مش تقيلة عليك، يمكن تسكر. ما تخافش، انا ده ودود. يا ابني عيش بقى، اتمتع بالجنة قبل ما تروح عليك. ازيكم؟ احنا كويسين كده. قول لي يا عبد الوهاب، جوازتك اخبارها ايه؟ ماشية زي البوم. ازاي يا ابني هتعيش مع واحدة مش طايق تبص في وشها؟ هبص في فلوسها. وايه يعني فلوسها؟ ما دام هي وحشة. ما بفلوسها دي اجيب انا الحلوين. امال قاعد في الوظيفه العكره دي تنايل ايه؟ وظيفه؟ هو انا يوم ما اتجوز هشوف وشكوا؟ خدت بالك من البيت اللي مع الواد ده؟ يا ابني اعمل معروف، ده كلامهم فلوس، واحنا يا مولاك يا ما خلقتني. استنى استنى، اهو سابها عن اذنكم. اسمع بس، تعالى مجنون هتودينا في داهيه معاك. الله، اهلا بالامر. اهلا. واحنا ما ننفعش؟ فشل، ده انت سيد الدنيا. Thank you.
يعني؟ لا بسيطة. طب تعال. على فين؟ على البيت. قلبي حتة تانية. طب تعال. لا 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 ابدا ما فيش حاجه يا خيري. مش حلوه الدنيا لما تديك اخ زي بيحبك؟ مش حلوه العلاقات الرفيعه القويه اللي بيجمع الاخ لاخوه وصاحب لصاحبه؟ انت بتفلسف حياتك وبتحبها، لكن انا بقى بحاربها، داخل فيها يا قاتل يا مقتول. جيلي كله كده. انت شفت اصحابي عملوا ايه في البار؟ شفت جيليو. صح، هو ده الصح، هو ده الصح. ولو كنت انا كمان جريت برضه كنت هعرف اروح. هي دي الدنيا بتاعتك؟ هي دي. انت ليه كده؟ ليه؟ ليه أنا فقير؟ ليه اللي أنا عايزه مش طايله؟ ليه؟ ليه؟ من غير ليه؟ هي كده. كل بيت له مشاكله. من غير ليه؟ لازم نحبها عشان نعيش فيها. لازم، لازم. تقدر تقول لي أنت ليه دايماً عامل لي سعيد ومبسوط؟ أنا فعلاً دايماً سعيد. يعني ما بعرفش بكرة في إيه. ما تخافيش. تعالي يا حبيبتي، تعالي يا حبيبتي. ايه يا ماما؟ الله، بيجروا كده ليه يا ماما؟ افتحوا الازاز اوام وقفلوا الشيش بسرعة. ماما ما تخافيش يا حبيبتي، ما تخافيش يا ماما، ما تخافيش يا حبيبتي، ما تخافيش يا بنتي. ايه يا ماما؟ في ايه؟ مش حاسة بالغارة يا فايزة؟ ماما انت بتتكلمي يا ماما؟ ماما شايفة ابنك بتتحرك، انت بتتكلمي ولا بتقري قرآن ولا بتسبحي؟ ماما اتكلمي. ماما انت بتتكلمي؟ 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 انا مش سامعة يا ماما. اتكلمي يا ماما. اختي يا ماما. انا مش سامعة يا ماما. انا مش سامعة. مش سامعة. مش ممكن. مش ممكن. مش ممكن. أنا مش أنا بقيت طرشة. بقيت طرشة. بقيت طرشة. وفية وفية، ابي اكتبي لي دايما، جواباتك هتكون احلى من اي صوت. هكتب لك، هكتب لك دايما كاني سمعتك. مع السلامة يا بنتي. انتي سلمي يا thank you.
مفيش أهلا للضيوف. وسهلا. طبعا لوحدك. انت دخلت ازاي؟ بابك كان مفتوح قمت تربسته. الزيارة دي ليه؟ سميرة هنا في المطار ويسري عمره ما بيكون موجود في البيت. يبقى اهلا وسهلا. دي قطك؟ ايوه. حلو قوي قطك. دي اول مره تيجي فيها؟ لا طبعا جيت كتير بس كنت فاكره انك هتتكلم. انت سكت قلت اقول انا اي كلام. ده ولد. ياه قطك حر قوي مش معقول. ايه؟ ياه حر حر قوي. ياه ايه القميص ده حلو قوي. اخدته من شوكوريل. اسمعي ما ينفعش هنا. بقول ايه؟ تقدري تخرجي امتى؟ وقت ما احب. طب استني. بكره الساعة 5 العنوان ده. الساعة 5 برضو هنا ما ينفعش. بكرة. اتفضل انا غلط. روح عند خالتك. روح. طب افهم بس افهم ايه ده؟ حب جديد؟ ده انا يا مغفل لو احب اجي هنا. حبيبي او كده. اهلا اهلا. دلوقتي بقى لك الشقه كلها بس ملهاش اخت؟ لا ولا شغاله. الفساتين دول عشاني انا. اسيهم يمكن يكونوا عايزين تصليح. الله. اهلا اما سلم قليل الادب. ازاي تعمل كده؟
غادر دولة أختك. أنا بسيب دولة فرعين. أنت مكاني بالنسبة لها. أنا ثقتي فيك كبيرة يا خير. اعتبر دولة أختك يا خير. استأذن من خالتك وتعالى حالا. ايه في ايه خير؟ مفيش ايه. تعالى معايا استأذن منها تعرف بعدين. يلا مش هستأذن بس افهم. يلا يلا افهم. عايز عريس يا جدي. ايوه ما فاضلش لنا كده. ما تخافيش يا بنتي العرسان هيقولك يجوا مش محتاجه لجدك. تعالي هوب. لا اهلا دولت. صباح الخير يا فندم. معاد الطياره دي؟ ايوه يا دوبك. خ
تخيل اليسرى رايحين معاكي؟ ايوه هفوت عليهم ونروح سوا. ما تنسيش تقول للدكتور حامد حمد الله على السلامة. حاضر. ميرسي يا دولة، مش عايزة حاجة. اتفضلوا اتفضل. ايه العز ده كله؟ دافع ثمنه غالي وحال شرفك يا دكتور حامد. مفيش ثمن يغلى على العز ده. اصل انت ما شفتش وشها يا دكتور حامد. برضه انت كسبان. ايوه. اهلا 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 يا جميل. اتفضل يا روح قلبي تعالي. اهلا وسهلا. اتفضلوا. اهلا وسهلا. كل كل يا حبيبي. ما تاكلهم يا عبد الوهاب. حاضر يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اتفضل اقعد يا حبيبي. اهلا وسهلا. مش تكلم عبد الوهاب، يرجع وظيفته بدل ما قاعد في البيت كده يا دكتور حامد. يرجع ليه بقى غلطان؟ اتفضلي يا حاجه. يرجع يعمل ايه بس؟ هو انا في حاجه هتموتني الى المخزن المعفن اللي انا قاعد فيه؟ يسري. ايوه يا دكتور. ابقى فوت عليا في البيت بكره، انا عايزك. حاضر يا دكتور. اتفضلوا. اهلا. اهلا بيك. ازيك يا دولة؟ ازيك انت؟ يعني بتسأل؟ لا عندك حق، انا غلطان في دي. مبروك الشقه الجديده. الله يبارك فيك. هو دكتور حامد موجود؟ اتفضل. الاستاذ يسري. اهلا يسري. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا دكتور. ازيك؟ الحمد لله. اتفضل اتفضل ارتاح. عاملين شاي يا دولة؟ حاضر. سيجارة؟ بس يعني إن كنت بتدخن خد سيجارة. شك. أنت لسه بتفكر في التقاليد السخيفة دي؟ مش أنا اللي بفكر، الناس هي اللي مصممة على التقاليد دي. سخف. أخبار خير إيه؟ والله متجمد زي ما هو. ما تنساش إن تعليمه محدود. المصيبة انه مثقف وبيقرا. مأساة خيري انه مش ابن عصره. لسه بيفكر في افكار قديمة ملهاش وجود في العصر الحديث. ده الخلاف اللي بيني وبينه باستمرار. لا لا لا، انت حاجة تانية خالص يا يسري. شاب متفتح وفاهم الدنيا وابن عصرك فعلا. اقول له يا خيري الدنيا بقت غابة. الانتصار فيها للاقوى مش للاشرف. مش راضي يصدقني. برافو عليك برافو. هو ده التعبير المظبوط. الغاية تبرر الوسيلة. أنا تلميذك يا دكتور. إيه أخبار عزت بيه؟ بتشوفه؟ أيوه. اوعى تبعد عنه، ده ينفعنا، ده ينفعك قوي. شوف عمل إيه لدولة؟ دولة دلوقتي بقت زي وفية، زي فايزة. دولة بقت شيك خالص. مش كده برضو؟ على فكرة، أنت عامل إيه في وظيفتك؟ والله متأخر. أنا راضيه لك عشان كده. أنا عارف إنك خريج تجارة، وأكيد ممكن أخدمك. مين رئيسك؟ الأستاذ حسن نمير زميلي. سيب لي الموضوع ده. متشكر قوي يا دكتور، متشكر جدا. بس هطلب من حضرتك طلب. اتفضل. مش ممكن تتكلم عشان يحيى تلميذك متأخر زي ايه الكلام الفارغ ده؟ أنت تهتم في حياتك بيسر وبس. أنت تخدم يسر وبس. مالكش دعوة بحد تاني أبدا. معقول؟ أفوت على حضرتك إمتى؟ اسمع يا يسري، انت تقدر تعتبر البيت ده بيتك، تيجي وقت ما تحب. متشكر قوي يا دكتور. مع السلامة. متشكر جدا. مع السلامة. يسري مستعجل ليه؟ وشاه هشربه بعدين. مع السلامة.
الله يسلمك. سعيدة يا يوسف. الله، رايحة فين يا ماما؟ زيارة، صلات إنسانية مالكش دعوة بيها. يا رأي يا ماما، أنت هتفلسفي زي خيري؟ ها رايحة فين؟ رايحة أزور بيت عمك عزة. طب أجي معاكي. مش معقول، أنت بتتكلم جد؟ أصل الحقيقة ماما، الحقيقة يعني أنا حسيت إني زودتها حبتين. طب الحمد لله إنك عرفت كده، دول كل مرة بيسألوا عليك. ربنا يهديك يا حبيبي. يلا يلا يا ماما. يلا يا ابني. يا مش معقول ما تكتفوش يا عزة بيه، احسن يرفعنا ولا يجيش تاني. خد ايدك. الحقيقه انا غلطان، انا حتى اساله ماما. حلوين؟ أعوذ بالله، الله لا يوريك يا طنط، غفر. عندك شك في جمالك؟ معذورة شك. ليه؟ فارس الأحلام لسه ما وصلش؟ الزهر مات في السكة. بعد الشر. تعرفه؟ عز المعرفة. طب قولي علي. قربي وأنا أقول لك. مين؟ ينفع؟ انت جننت؟ معذور، كبرت قوي يا يسري. وانت حلويتي قوي يا دولة. لا يسري، لا يسري، يسري. دولت تعالي.
حامد زمانه جاي. يجي بقى وقت ما يحب. نسري الغسالة. طمني فتحت لي وطلعت على السطوح. ازاي هبقى اشوفك؟ هنا وهبقى اطلبك هناك. ازاي؟ هبقى اكلمك في التليفون. تكلمني ازاي؟ لما التليفون يضرب ومحدش يرد ابقى انا هقفل واطلب تاني تبقى انت تردي. انت حلوه قوي يا دولت. يا ابني انا انكسف. ايه بقى اللي هيكسفك؟ انا اصلي عارفاك يا يسري ما بتسترش ودول ناس ما قدمولناش غير كل خير. يا ماما دي فرصه حياتها. برضو ما اقدرش. امركو ربنا يهديك يا حبيبي. ومين العروسه اللي مستعجل عليها يا ودي؟ انت متأكد يا يوسف؟ لو ما كنتش متأكد يا عمي ما كنتش جرؤت اجي بنفسي. كنت خليت خيري او والدتي هما اللي يجوا. ان كان ده يا ابني عشان ترد بميلي. ارجوك يا عمي ارجوك. جوازي من فايزه هيكون اكبر جميل بتقدمه ليا. على العموم يا ابني من جهتي انا مش حلاقي احسن منك انما اسالها. طبعا يا عمي طبعا طبعا. متشكر قوي يا عمي. مع السلامه. الله يسلمك يا عمي. مع السلامه. متشكر يا فندم. خطب فايزة. صحيح يا عزت صحيح. ألف مبروك. ده رأيك. أنت ليك رأي تاني؟ مش عارف. اتوكل على الله. في إيه يا ماما؟ في فرحة في وشكوا. ألف مبروك يا فايزة. ألف مبروك يا حبيبتي. ده يا ميمونة أنا مستمعاكي بتقولي إيه؟ في إيه يا ماما؟ في إيه؟ احكيلي يا دولت. انا اتخطبت. ايه اتخطبتي؟ ايه باين عليكي مش مصدقه. عندك حق معذوره. هو ده اللي حصل. صدقيني انا اتخطبت. يسري خطبني. ابن الكال؟ لا ابن عمي حبني وخطبني. هي حاجه غريبه دي؟ حد يقدر يقول لا؟ وقلنا لا. مين تاني بس هيرضى يتجوزني؟ هو الوحيد. حتى من ابويا في كفه وداني الطرش في كفه. المال هو دايما اللي بيغلب. خطبني. ايوه خطبني وانا لازم اوافق. ازاي اقدر ارفض؟
اقول ايه عشان ارفض؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه يا دولة؟ اقول ايه عشان ارفض؟ لازم اقبل، لازم اقبل. عملتها يا يسري؟ وايه الغرابة؟ يا سافل يا وضيع. ايه؟ طيب وانت زعلانة ليه؟ يعني مش عارف؟ الدولة ده احنا هنبقى في بيت واحد. ده عشان كده. ترى ايه؟ ترى جالك النهاردة مخصوص عشان تقنعيها بنفسك. كمان. دولة. دولة. هو انت لك حد غيري؟ صحيح. مليش حد الا انت. تكرهي اني اعيش معاكي؟ تكرهي اني اكون غني بفلوس عمي وسعيد في احضانك؟ احضان فايز قصدك؟ دي احضان طرشه بارده. دولت، معقول الاحضان دي تخلينا انسى روحي؟ عارف يسري بيعمل كده ليه؟ بيحقق مصره، بيحقق احلامه. ما فيهوش حاجه منك ابدا. دير تاني، الحرب دخلت نفوس وخربتها اكتر ما خربت البلاد. خليك جنبنا، الامل الوحيد في يسري انه اخوه. انا دايما هنا يا وفيه، ان ما كانش عشانها او عشان عمي فعشانك انت. عشانك انت وفيه. Thank you.
اتجوزتني ليه؟ علشان تيجي كنت بتحبني، دلوقتي لا، انت ما بتحبش فايزة. فايزة الطرش مع الأيام علي. أرجوك أرجوك شاي. سكر؟ حط له سكر يا دولت. حاضر حاضر يا حبيبي. اشرب اشرب، خلينا ننتقم من ايام الفقر. تفتكر تستاهل اني انتقم منها؟ الله لا يرجعها يا شيخ. مش عارف. نعم انت هتتفلسف حقيقي. مش عارف، الفلوس ما بقتش مشكله بالنسبه لي دلوقتي، انما انا زهقان وقلقان دايما، حاسس ان الفلوس دي مش من حقي. ما جبتهاش انا، مش من حقي. المهم في الفلوس انها فلوس، مش مهمة ابدا جايه منين. ما كمان مش جايه قوي. مش جايه قوي؟ اه، واكل شارب نايم لابس. ده مش كان حق عزت بيه يشوف له وظيفه تليق بجوز بنته؟ الشهاده لله يا يسر، انت ابرد واحد عرفته. شركة نايل، انا عايز اشتغل، عايز احس اني عايش، اني بعمل حاجه. يا جدع ايه ضمان؟ لازم اعيش، لازم اعيش. متشكر يا دولة، مش عايزه حاجه. تصبح على خير. Thank you.
الو ايوه يا اخويا هندهولك حالا. الدكتور حامد عايزك. وده وقته؟ ايوه يا اخويا جايلك حالا. الو اهلا يا دكتور. اهلا اهلا وسهلا. ازيك يا يسري؟ وحشني يا اخي. اسمع، في حكايه لو تمت هتبقى هايله ليا وليك. صحيح. ممكن اقابل عزة الدين؟ الله طبعا يا دكتور طبعا. طيب مع السلامه. مع السلامه. نزلت من السما. ايه؟ ونزلت لك معايا. خير؟ امبارح وانا قاعد في النادي الجدع الدكتور سعيد مختار. ايوه ايوه ماله؟ قال لي ان وظيفه رئيس مجلس التامينات فضيت، وان امله في الدنيا انه ياخد الوظيفه دي. طب احنا مالنا يا دكتور حامد؟ احنا اولى بيها. ايه؟ هو الدكتور سعيد ده مش صاحبك قوي؟ هيبقى صاحبي اكتر من الدكتور حامد؟ لا معقول. انا بقى انا لما ابقى رئيس مجلس الاداره الاستاذ يسري همام هيبقى السكرتير العام. ده وعد؟ طبعا. بشرف. بشرف. اهلا دكتور حامد. ازيك يا يوسف؟ اهلا سعاده بيه. ازيك يا عم؟ ربنا يطول عمرك يا سعاده بيه. ايه اخبارك يا سعاده بيه؟ طبعا سعادتك عارف انك عملت حاجه اسمها الدكتور حامد. من مدرس غلبان اصبح دكتور كبير بفضلك. بس يا سعاده بيه لزومه ايه الكلام ده؟ انت يا دكتور حامد اللي عملت نفسك بمجهودك. انا فاضل لي امل واحد يا سعاده بيه. ايه يا دكتور؟ وظيفة. جهزت عقود شركة النقل؟ جاي لحضرتك حالا يا فندم. صاحب الكارت ده بره يا فندم. عبد الوهاب النجدي؟ طب خليه يدخل يستناني. حاضر يا فندم. يا اخي العملية دي مهمة جدا، تأخرها ليه؟ يا فندم انا مش مأخرها ولا حاجة. أنا بس منتظر تقرير المهندسين. أنهي مهندسين؟ مهندسين الشركة؟ يا شيخ بلا تقارير بلا كلام فارغ. إزاي يا فندم؟ طب معلش، هبقى أكلمك في الحكاية دي بعدين. اتفضل أنت. يسري. أهلاً. أهلاً. إزيك يا عبد الوهاب؟ اقعد. اقعد. أنت فين من زمان؟ انت وحشني قوي. يسري شوف لي وظيفة. بتقول ايه؟ دي فلوس مراتك تشتري الشركة. ما بقتش مراتي. ازاي؟ طلقتني. ليه؟ عاطل. بس؟ ايوه بس. عبد الوهاب قول الحقيقة. زبطتني. ايوه كده تعدل. المهم الوظيفة. هشوف. حاضر. طبعا انت عارف ما بقاش حلت حاجة خالص. مش محتاج اقول لك يا يسري بيه. حاضر بس اديني فرصة. ارجوك ما تكونش طويلة. دولت كلمي يسري في التليفون قولي له اذا كان يحب يجي السينما معانا الساعة 3 نسيب له التذكرة على الباب. حاضر. الو. ايوه انت رايحة؟ تحب ايه؟ خليك انت وقول لهم عندي شغل. تعالى يا يوسف. ثانية. ايوه يا دكتور جاي حالا. مع السلامة انت دلوقتي. طب ما انت زي اخوك خير اهو. نسرق؟
دي فلوس مقابل جهد. أظن دي فلوس مقابل ضمير. خلاص يا سيدي، أخد أنا المبلغ كله. مبروك عليك، بس لازم تمضي. أمضي؟ أمضي إزاي؟ ما هو يا تمضي الأوراق يا تمضي الاستقالة. استقالة؟ أنت حر. يسري، الغاية تبرر الوسيلة، فاهم؟ يا أستاذ يسري، الورق ده ناقص. مش الورق اللي ناقص، احنا اللي ناقصين. نعم. وفية، مالك؟ مالك يا فايزة؟ تعبانة. تعرف دكتور؟ طبعا اعرف. ضيقة. عشان يجوا على قواطهم. لو سمحت يا جميل اصرف الروشير. من قال عقله ثابت رجليه. الحمد لله لقيت كل الأدوية. طبعا. حسين، يا حسين. عفوا. وحياتك يا حسين، دهلي دولة. حافظ تهر. دولة. أنا مش عارف أقول إيه.
ازيك يا عيسى؟ ربنا يخليك ليا. أنا عارفة إني طرشة وترجيت إنه ما يكونش مع الزمن علي. أنا ترجيته، أنا اتعذبت كتير قوي يا خيري. وفي اللحظة اللي عرفت فيها إني بقيت أم وجاية وكلي أمل عشان بقيت واحدة ليها فايدة في الدنيا، واحدة قادرة تدي حياة للحياة، ألاقي نفسي فجأة في وسط العذاب اللي أنا شفته بعيني، شفته في لحظة واحدة. يا ريت ربنا لما خلاني كان اخد عينيا كمان عشان ما اشوفش. يا خيري اهلا اهلا يا خيري. اهلا اهلا بيك. بقى ده معقول تزورني لاول مره في مكتبي بعد المده دي كلها؟ ايه اهلا بيك يا خيري. اهلا. وماما زيها كويس؟ قولي يا يوسف. ايوه خيري. انت مصمم دولة تقعد في البيت؟ طب يا خيري وانا مالي؟ هو بيتي؟ عارف، لكن انا عاوزك انت اللي تخليها تسيب. أيوة. مش عايز اشوف حاجة دلوقتي. دي اوراق شركة نقل السيارات. خليها دلوقتي. دكتور مستعجل وعاوز ساعتك تمضيها حالا. خليها هنا، انا هروح بيها للدكتور. بس يا فندم. خليها هنا. اشمعنى انا اللي خليها تسيب البيت؟ أكرم، حد قالك حاجة؟ هي في حاجة تتقال؟ أمال جرى إيه؟ أنا عارفك وعارف دولك. أيوة، بس مش أنا اللي خرجها. اسمع يسري، خليها تيجي منك أفضل، لمصلحتها ولمصلحتك، فاهمني؟ حاضر. أسيبك بقى تشوف شغلك. سلام عليكم. فين الأوراق يا يوسف؟ حاضر يا دكتور. ايوه يا فندم. دخل ده للدكتور حامد. الاستاذ عبد الوهاب موجود بره يا فندم. عبد الوهاب؟ ايوه يا فندم. عبد الوهاب؟ ايوه. خليه يدخل. ولا اقول لك، انا خارج له. دخل ده للدكتور حامد. وزي ما انت شايف يا عبد الوهاب المساله مش سهله. بقى تبقى سكرتير عام الشركه والدكتور حامد العضو المنتدب لكن ايه بس؟ في منع تتجوز؟ والوظيفة؟ أتجوز إزاي وأنا مش لاقي أكل؟ ما أنت هتتجوز الوظيفة. أخت الدكتور حامد. إن كان على الوحاشة أنا واخد على الوحشين طول عمري. قمر. أمال إشمعنى؟ بقول لك قمر. ولا هلال حتى زي بعض. اتنين ويسكي. ويسكي إيه؟ آكل الأول. طب يلا بينا. عبد الوهاب بقى مراته طلقته. كنت أتمنى لها غير كده. دولة يا يسري دولة حلوة بقت حاجة تانية. طبعا يا دكتور طبعا، بس عبد الوهاب كمان طيب وابن حلال. مش دي الصفات اللي تهمني، انا كنت عايز لها واحد زيك انت. اللي عمل يسري يقدر يعمل عبد الوهاب؟ دولة يا يسري عزيزة عليا قوي. والله يا دكتور دولة عزيزة علينا كلنا، ادب وجمال واخلاق. وتفتكر يا يسري عبد الوهاب يستاهل ده كله؟ ده تلميذك يا دكتور، وحضرتك تقدر تخليه يستاهل دولة؟ معقول؟ يا ترى يدفع مهر كام؟ اللي تؤمر بيه يا دكتور. يعني خلاص؟ هو مش طبيعي ان البنت تتجوز؟ انا حاسه ان ليك يد في الموضوع ده. انا؟ ابدا وحياتك. خيري جه عند المكتب وحسيت من كلامه ان في حاجه. أنا برضو حاسة بكده. لكن الجواز هيعمل إيه يعني؟ ما إحنا هنفضل زي ما إحنا. طبعًا، وأنت خس عليك إيه؟ أتجوز أنا وتخلص أنت. ما أنت كمان هتخلصي. منك أنت؟ دي لما تنطبق السما على الأرض.
روحي دولة. هجيلك بالليل. من هنا مش لايق عليك. دولة البستان اللي انت لابسه ده قصير قوي وعريان، ما تبقيش البسي تاني. انا مش عايزه اقعد هناك. ليه؟ مش عايزه اقعد هناك. جاي لك عريس. عريس؟ جدع طيب. تلميذي وانا عارف. ايوه بس انا مش عايزه اقعد هناك. لا ده كلام. تخدميهم العمر ده كله ولما تيجي تتجوزي تسيبيهم؟ وده دخل ايه بجوازي؟ لما تتجوزي وانت هناك هيجهزوكي، وشوفي بقى جهاز عزه بيه هيبقى ايه؟ انت مش عايز تجهزني كمان؟ وانا مهما جهزتك هقدر اعمل لك جهاز زي اللي هيعمله عزه بيه؟ أمرك. أيوة كده عقل أمال. الغاية تبرر الوسيلة. يسري مش كده؟ كان أملي أتجوزه. مفهوم. أعمل لك إيه على الجدع؟ أي حاجة. اهلا يسري. اتفضل. اهلا وسهلا. صباحيه مباركه يا عريس. امال فين العروسه؟ لحظه واحده. دولة يسري جاي عايز ايه؟ ارجوك مش عايزه حاجه من حد. امرك. عبد الوهاب 400 جنيه كفاية؟ ايه؟ مبروك. Thank you.
علوم له حق عقد كلامه. انت حلويتي قوي. انا مش بتاعت كده. نعم. لا. عملت منك ست. بعت شبابي لوحدي ما بتسمعش. هكلم واتكلم واتكلم وانت وانت هنا. اللي كانت بتسمعني جوزتها بايدي، ولما حاولت اجي اخليكي ست زي كل الستات انت اللي رفضتي. اسمعيني. اسمعي ايه؟ افهمي افهميني افهميني افهميني. انا عايز اقول دولة. اقول لمين دلوقتي؟ اقول لمين؟ ما سمعتش
مش اللي انت قلته. الحمد لله ان انا طرشة. الحمد لله ان انا ما اسمعش. الحمد لله ان انا طرشة. الحمد لله ان انا ما اسمعش. الحمد لله ان انا طرشة. وفي حد ما سمعش؟ بتكلم جد يا استاذ؟ الشركه كلها بيت ان اسفيناكم. وبعدين ده اللي بعدين كتير، بكره تشوفه. متهيألي المساله دي مش هتفوت على خير. مبسوط من الوظيفه يا عبد الوهاب؟ هو في احلى من وظيفه يا دكتور؟ عال، المهم تشوف شغلك كويس. دكتور حامد عبد الكريم. نقول له مين يا فندم؟ المباحث العامه. والاستاذ يسري همام. موجود يا فندم، اتفضل. بس هي كده عملتها؟ امال البلاغ هيروح على الفاضي؟ هي الدنيا سايبه، لازم ننضف يا استاذ. انا مطلوب في النيابه؟ استدعاء النيابه اهو يا فندم. طيب اجيب المحامي بتاعي. حضرتك تفضل معايا والمحامي بيحصلك. حاضر. ومطلوب معاك الاستاذ يسري همام. أنا كنت شايلهم عشان جوازك. دلوقتي في اللي أهم. طول عمرك عايش لي يسري. ماما لازم ننقذه، لازم نحاول نجيب له أكبر محامي. ربنا معانا. انت عارف طبعا ان انا تحت امركم. طول عمرك واقف جنبنا يا عمي. بس انه بعدين واقف وانا حزين. عشان كده انا جيت يا عمي. ده اخويا وانا لازم اقف جنبه وابعد سيادتك من موقف المخجل ده. موقف مخجل لنا كلنا. زي ما قلت لسيادتك، ده اخويا وانا مستعد. ربنا يقويك يا ابني. شكرا. وايه رايك في الاتهام اللي موجهه اليك العضو المنتدب من انك انت المسؤول عن كل العمليات موضوع التحقيق؟ مين؟ مش ممكن، مش معقول. اتفضل المحضر. ممكن اجل التحقيق، بس ده معناه استمرار الحبس. معلش مش هقدر اجاوب دلوقتي. وهو كذلك. خذوا يا ام باشا. حاضر يا فندم. دكتور، الغايه تبرر الوسيله، مش كده؟ اتفضل. وانت كمان على الحجز. فايزة كانت عارفة حكاية دولة وشافتكم.
وجاية؟ هذه العلاقات الرفيعة اللي كنت بقولك عليها. أنا كبير خويط كله طين وظلام. مش دي مبادئك؟ أبقى أكلمها.